فن في مطلقه حرام. لا طبعا في مطلقه مش حرام. اللي شنكلتني ساكنه في السرايا دي. شمس البارود تعود الى التمثيل بمسلسل المش عارف ايه. ابقى عايز اخش اجيب ازازه ميه املاها واخبطه بيها عشان اقول له انت شفت امك وابوك بيعملوا كده. يعني ايه اللي في حياه الفنانه سعاد حسني عرضها؟ ماما تورطت في حاجات جعلت منها انسانه يجب التخلص منها. مش هفتح بقي ولا اقول اي حاجه عيب. قول لي يا سعاده الباشا انا عاوز اناسبك اقول لك اهلا وسهلا على الروح والسعه. ايديك ابوسها. 50 سنه فن، نقطه التحول دي خدت منك قد ايه عشان تستوعب ده؟ انت من جوه دينك في اعداء لدينك. ده هو مسلسل الشيخ شعراوي نجح غصب عنهم. ده زعلوا لما نجح مسلسل الشيخ شعراوي، والله العظيم زعلوا. ده صح ولا ده اللي صح؟ هو كده غلط ولا كده غلط؟ ما هو كلهم هم. جاءت اوامر من الرئيس ان تكون العيال 10% مش 5%. الو زودوا الجبنه 10% يا غدا. استنى، في بعض الناس بتقول ان دي من عيوب الحريه. هتلبس ايه البطل على البحر غير مايوه؟ ما ينفعش تلبس ملايه لف. النار هتروح النار هتروح النار هتروح النار. انا قلت الصحفي اللي كتب هذا الخبر كان قاعد كده قاعده ومبسوط قوي ويعني